قد آلمنا أشد الألم وأحزننا عظيم الحزن ما حل بإخواننا في المنطقة الشرقية وبخاصة في مدينة درنة وسوسة وبعض المدن الأخرى التي هي لا تزال معزولة، وإننا نعزي أنفسنا أولاً في المفقودين وما حصل من الأضرار في تلك المناطق، ونعزي كل من له عزيز فقده في هذه المصيبة العظيمة، فهي مصيبة أحلت بنا، ولكني أبشر كل من فقد عزيزا أبشره إن شاء الله بأن كل من قضى في هذه المحنة وفي هذه المصيبة أبشرهم بالشهادة، فإن من مات إما أن يكون مات بالغرق وإما أن يكون قد مات بالهدم، وقد تفضل الله تبارك وتعالى علينا بأن كتب من مات في الغرق أو في الهدم تفضل الله عليه بالشهادة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ وفي الصحيحين الشهداء خمسة، خمسة ليس الشهادة في سبيل الله فقط، الشهداء خمسة، الأول الذي قتل في الطاعون المطعون الذي قتل في الوباء وباء الطاعون، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم من مات تحت الأنقاض والهدم، والشهادة في سبيل الله، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهداء في سبيل الله، فهذه درجة عظيمة وفضل كبير خصهم الله تعالى به، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم كذلك في الشهداء. هذا فيما يتعلق في من اختاره الله للشهادة وقضى نحبه في هذا الابتلاء العظيم.